السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة. أسعد بأن يكون ضيفي في الاستوديو هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد المصلح، عضو الإفتاء بمنطقة القصيم. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ خالد. حياك الله، مرحبا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله يجعله لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. نرحب بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تأتيكم تباعا على شاشة البرنامج. أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة أم ماجد من السعودية، تفضلي. وعليكم السلام، ارفع الصوت وأعطيني السؤال. لدي عدة أسئلة، تفضلي. السؤال الأول، بالنسبة للقاعدة المالية، طيب، إذا كانت ابن أو بنت نية مصدر، بس من الوالد ما يجيهم على بر، كيف؟ إذا كان الأب والأم ما يعينون الأبناء على بر. طيب السؤال الثاني، سواء بتصرفات أو قسمة، يعني هل الإنسان، هل الابن معذور عند الله؟ طيب السؤال الثاني، تفضلي. ما هي علامات قبول الطاعة عند الله؟ ما هي علامات رضا الله عن العبد؟ يعني طيب، احنا نعمل الأعمال وما ندري هي مقبولة ولا ما هي مقبولة. طيب سؤال أخير، إذا أغتبت شخص معين، خلاص أضحك عليه في مساء معينة، وأنا بجي أبغاه يبيح، يعني أبغاه يسامحني، أقول مثلاً سامحني إني ذكرتك بشيء، هل هذا ورد إنها خلاص يغفر للإنسان غيبته؟ طيب واضح. طيب شكراً أخت أم ماجد. من معنا؟ من السعودية أبرار، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. عندي كذا أسئلة لو سمحت. تفضلي. سؤال أول، هل يجوز الإحرام للعمرة من العابدية، يعني مش من المستنعين؟ من أين؟ يعني نخرج للإحرام خارج حدود الحرم من جهة العابدية مش من جهة التنعين. طيب، هل يجوز أو لا؟ سؤال ثاني هو بخصوص حديث الولاية لابن عباس اللي هو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، من عاد لي وليا أذنته بالحرب. فهنا السؤال للشيخ لو سمحت، هل الولاية هي سبب للتزديد أو هي نتيجة لتزديد العبد يعني لولاية طيب، هل الولاية شكرا الأخت أبرار. بدر من السعودية، تفضل. السلام عليكم. تفضل يا بدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل. ما الحكم من يتعلم العلم الشرعي وهدفه أن يكون قاضي عادل؟ طيب، سؤال ثاني، حكم من طلب القضاء وهو قادر عليه؟ طيب من معنى؟ شكرا للإخوة والأخوات. شيخنا الأم ماجد من السعودية سألت عن بر الوالدين، تقول إذا كان الوالدين لا يعينون الولد أو الابن أو البنت على طاعتهما، إما بغلظة منهم أو عدم تقدير لهذه الخدمة وغيرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بر الوالدين من الأعمال الجليلة التي بيّن الله تعالى عظيم منزلتها في كتابه، وجاءت السنة بتوضيح ذلك وتجليته. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصينا الإنسان، وقال تعالى: وأن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. فالآيات في بيان فضل ومنزلة بر الوالدين كثيرة، وفي السنة جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: أن تعبد الله. قال: الإيمان بالله. ثم قال: أي
قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قال من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه على كبر أو أحدهما ولم يدخله الجنة. من أدرك أبويه على كبر أحدهما أو كليهما ولم يدخله الجنة. هذه النصوص وغيرها كثير تبين منزلة بر الوالدين، وبر الوالدين يحتاج إلى مجاهدة وصبر، وليس أمرا يدركه الإنسان بيسر، ذلك أن البر يحتاج إلى دوام مراقبة ودوام ملاحظة واستمرار. صحيح. فهو ليس عملا ينقضي في لحظة وينتهي في موقف، بل هو مستمر ما دام الإنسان ممتعا بوالديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أبويه على كبر أحدهما أو كلاهما. فالعملية ممتدة وتزداد مع تقدم العمر، لأن الكبر مدعاة إلى كبير عناية ورعاية. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالبر بالوالدين ممتد، البر بالوالدين يزداد مع التقدم في العمر، البر بالوالدين قرنه الله تعالى بحقه أن يشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. البر بالوالدين مما يبلغ به الإنسان السبق والفضل والأجر، والنصوص في هذا كثيرة. أختنا تقول إنه أحيانا الوالد قد لا يكون عونا لولده على البر، فهل هذا يجعله في سعه من أن يبر والديه، أي يسقط حقهما بعدم إعانتهما على البر؟ الجواب لا. قال الله تعالى في وصيته لوصي الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالله تعالى ذكر هنا أعظم الإساءة الموجهة من الوالد لولده، وهي المجاهدة في إضلاله في إخراجه عن الصراط المستقيم، وهذا من أكبر ما يكون إساءة، تفوق الإساءة في الجناية على المال أو الجناية على العرض أو الجناية على البدن، جناية على الدين وهو أعظم المهمات. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فليس لهما حق في البر بالطاعة في هذا المقام. لكن ما الذي يجب؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، أمر الله عز وجل بصحبتهم في الدنيا بالمعروف. لذلك أقول من المهم لكل من رغب في بر والديه أن يستحضر هذا المعنى حتى يهون عليه ما يلقى من مشاق ومعاناة في بر والديه. فالوالد قد يكون ضيق النفس، قد يكون سيء الخلق، قد يكون مريضا يثقل على من حوله، قد يكون ما يكون من الأشياء التي تعيق في تمام البر، كل هذا لا يسوغ في إسقاط الحق. لكن بلوغ الرضا ليس إلى الإنسان، بمعنى أنه إذا الإنسان بذل ما يستطيع من البر ولم يرضى الوالد فإنه قد أبرأ ذمته بأداء ما عليه وليواصل. عدم رضا الوالد أحيانا يعني قد يجعل الوالد يقول خلاص ما ينفع مع والدي شيء، كل ما فعلت يعني وجدت منه صدودا أو نفورا أو عدم شكر وبالتالي يتركه. هذا غلط، واصل واصبر والعاقبة عند الله. ولذلك الله عز وجل بعد أن ذكر ما ذكر في الوصية بالوالدين لا سيما في حال الكبر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ذكر الدعاء في جملة أوجه البر، بل نص عليه لأنه أعظم ما يكون من أوجه البر وهو ممتد في الحياة وبعد الموت. ثم قال الله أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين
فإنه كان للأوابين غفورا، بمعنى أنه الإنسان إذا بذل الجهد ولم يرضى الطرف الآخر، الوالد لم يرضى سواء أب أو أم، فإنه لا يؤثر ذلك على أجر الإنسان عند ربه. الله أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين بأداء ما عليكم من حقوق الوالدين فإن الله كان غفورا رحيما. نستأذنكم شيخ في استقبال بعض الاتصالات من البحرين. أم محمد فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أخي كريم؟ حياك الله، تفضل بسؤالك. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ مرحبا الحمد لله. الله يسلمك. السؤال من السؤالي لي سؤالين، سؤالي منفصلين جزاكم الله خير. السؤال الأول، كنت قد نويت سابقا يعني أنه في كل صباح ومساء يعني مع أذكار الصباح والمساء أو بعدها أني أخرج، كنت يعني عمل صالح أنوي أخذ صدقة عندما يتوافق أن أخرج في الخارج، يعني لما أرى مسكينا أو فقيرا فأعطيه يعني ما يكتبه الله. أنا كل يوم صباح ومساء هذا كان ميزه، ولكن بعض الأحيان عندما أخرج لا أجد يعني مسكين أو لا أخرج أساسا، يعني ليس في كثرة الخروج فلا أخرج. بعض الأحيان أفتح الباب أريد أن أبحث عند الباب عن فقير أو مسكين لا أجد. فعملت استقصاء شهري بنية يعني بنية أنه يعني المبالغ التي أريدها صباحا ومساء في كل يوم في الشهر 30 يوم مثلا، عملتها كاستقصاء بنية أن هي يوميا عن كل يوم صباح ومساء ما أريد للفقراء والمساكين. هذا فهل ذلك يجزي عن ما يعني نيتي في ما أقوم به أن عن كل يوم؟ واضح واضح محمد، أعطينا السؤال الثاني. السؤال كله واضح. مع العلم أنه ودي ولكني لا أستطيع الخروج بعض الأحيان ولا أخرج أو لا أجد، حتى لو خرجت بعض الأحيان لا أجد. واضح. أعطي السؤال الثاني. السؤال الثاني أيضا عملت بفضل الله يعني عملت استخارات بكفالات لمجموعة من الأسر والأيتام في بعض الأقطار المحتاجة. طيب. وفي كل شهر يحدث هذا الاستقطاع. بصراحة أنا يعني يحدث الاستقطاع تلقائيا، أنا أنسى بعض الأحيان يعني، وأيضا أجد من أبواب الخير الأخرى التي أمامي سأساهم بها، ولكن عن هذه الأعمال الاستقطاعية يعني أنا هل يعني أنا أنسى يعني كل ما أتذكرها أنبسط وأفرح برحمة الله، ولكن يعني أستشعرها عندما تحدث. أعطينا سؤالك بالتحديد يا أم محمد، أعطينا ترك التفاصيل، أعطينا سؤالك بالتحديد لو سمحت. أكد نعم الله يسلمك. فهل أنه يعني الاستقطاعات الشهرية بهذه بنية أن الإنسان بأنه يخرجها هو نفس السؤال الأول خلاص شكرا يا أم محمد. عبد الله من الأردن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. تفضل. أنا أدرس في الجامعة على حساب مكرمة الجيش الخاصة بالمتقاعدين العسكريين، لكن أبي عندما دخل الجيش خرج منه مبكرا بالحيلة وحصل على ميزات المتقاعدين، فما حكم دراستي؟ طيب. على حسابي. تسمع يا جماعة إن شاء الله. شكرا عبد الله. معنا أحد؟ معاذ من العراق تفضل. عليكم السلام، تفضل معاذ. تفضل. في حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من كان اخر زمانه لا اله الا الله دخل الجنه، حتى لو كان ليس من الناس. طيب السؤال الثاني. اذا تنسى يعني تنسى عندما تاتي الوضوء ما تقل بسم الله قبل الوضوء، هل يقل الوضوء ام لا؟ طيب تسمع يا جماعه. تفضل. ثالث إذا كيف للأذان وأنت ما متوضي، هو الجامع تتوزن، هل يجوز أنت ما متوضي تذهب للأذان وبعدين توضى؟ طيب تسمع يا جماعة. وياك شكرا الأخ معاذ، شكرا للأخوة والأخوات جميعا. عودة لأسئلة الأخت أم ماجد، بقي من أسئلتها تقول قبول الطاعة ورضا الله عز وجل على العبد ما هي علاماته؟ قبول الطاعة ليس ثمة يقين بقبول العمل، بمعنى أنه لا يمكن أن يتيقن الإنسان بأن عمله مقبول.
إنما يرجو العبد أن الله تعالى يقبل أن يقبل عمله إذا تحقق فيه شرط القبول. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى وهي فعل ما أمر الله تعالى وترك ما حرم هي الموجب لقبول الأعمال. فاتق الله في صلاتك، اتق الله في صومك، اتق الله في برك لوالديك، اتق الله في كل عمل صالح ترجو ثوابه عند الله، فإن ذلك سبب القبول. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية تضمنت ذكرى شرطي قبول العمل. الشرط الأول أن يكون العمل لله خالصا، والشرط الثاني أن يكون العمل على وفق السنة جاريا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يكون كذلك إلا الموافق لهديه صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص في عمله لله عز وجل. إذا عمل العمل وقد استوفى شروط القبول بالتقوى والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجو القبول، لكن لا يجزم بذلك. الجزم يحتاج إلى دليل. لذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أن ابن عمر طرقه طارق يطلب إعانة، فأمر أحد أولاده أن يعطيه شيئا من المال فأعطاه، فرجع الولد إلى عبد الله بن عمر إلى أبيه فقال: تقبل الله منك يا أبتا. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة ما كان غائب أحب إلي من الموت. ما كان غائب أحب إلي من الموت. وهذا يشعر بأن القبول منية يسعى الإنسان إلى إدراكها. ولهذا لما فرغ إبراهيم عليه السلام وإسماعيل من بناء البيت سأل الله القبول ودعاياه جل وعلا بأن يتقبل منهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسأل الله عز وجل أن يقبل منهما ما يكون من عمل جليل وهو رفع القواعد من البيت. إذن ليس ثمة ما يجزم به أن العمل مقبول إلا أن يكون الإنسان مجتهدا في تحقيق شرط القبول ويسأل الله من فضله. من العلماء من يذكر علامات تكون بعد العمل، من كونه يوفق إلى حسنة بعد الحسنة ويقلع عن السيئة وما أشبه ذلك ويزداد إيمانا وهدى، كل هذه قد تكون مؤشرات للقبول، لكن الجزم لا سبيل إليه. وسألت أيضا عن رضا الله عز وجل على العبد، هل كذلك يعلم كيف، هل رضي عنه الله عز وجل أو لم يرضى؟ رضا الله عز وجل منية بالتأكيد، ولكن الجزم بذلك لا سبيل إليه، إنما ينبغي أن يسعى في رضاه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عبادة وطاعة كان يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فينبغي أن يجد الإنسان في طلب رضا الله عز وجل ويسعى جهده، والله كريم لا يقبل عليه العبد صادقا في طلب ما عنده مخلصا له في ذلك إلا ويدرك ما يؤمل. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فضل الله واسع، عطاؤه جزيل، فهو سبحانه وبحمده الذي يعطي على القليل الكثير. هنا الأخت أبرار سألت عن من كان في الحرم وأراد أن يأتي بعمرة أخرى يخرج إلى التنعيم، تقول: لو خرج إلى حل آخر غير التنعيم، أي جهة من جهات الحل كلها تؤدي الغرض. وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في عمرتها أن تخرج إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى الموضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو توجه إلى أي جهة أخرى تتيسر له خارج حدود الحرم وعلاماته المعروفة في الطرقات فإنه يجزئه ذلك. يعني لا يتميز التنعيم شيخنا بأي أمر. هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم
واعتمر هو صلى الله عليه وسلم في رجوعه من المدينة في رجوعه من الطائف من الجعرانة، واختلف العلماء أيهما أفضل، ذاك فعله وذاك أمره، والمتأخر منهما أمره، والصواب أنه ليس في أحدهما فضيلة خاصة توجب القصد إليه، إنما هو الأسمح. لما كان عائد من الطائف التنعيم ليس في طريقه فاعتمر من الجعرانة، لما أمر عائشة بالخروج إلى التنعيم كان الأسمح في طريقها ووصولها التنعيم فخرجت إليه. ولهذا يعتمد الإنسان من أي جهة من جهات الحل، فلو كان مثلا في العزيزية أو في العوالي أو في الجهة الجنوبية من مكة وخرج من أي جهة من هذه الجهات لأدنى الحل واعتمر ولبى بعمرته كان ذلك مجزيا محصلا للمطلوب. هنا أم محمد الشيخنا في التويتر تقول أحيانا عندما يضيق الشخص نفسيا يبعد عن قراءة القرآن وعن الرقية ويعمل الفرائض وكأنه تخلصا، يقول لما ينتابه من خوف من أمر ما لم يحدث، يقول هل هذا كما في الآية كما يتخبط الشيطان من المس، وكيف يتعامل الشخص مع هذا الأمر مع إني ولله الحمد ألجأ في كل أمور لله عز وجل؟ ما اتضح لي دخل الآية أي هي تقول هل أكون من أولئك لأني أريد فقط أن أتخلص وصلي الفرائض فقط وابتعد عن الرقية؟ الشدائد توجب الإقبال على الله عز وجل واللجأ إليه، حتى الكفار فإذا جاءهم موجود كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين، الشدائد توجب الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهي عظة وتذكرة، لا البعد والمفارقة للطاعة والإحسان. هنا محمد من البحرين تقول نويت سابقا، تقول أني مع أذكار الصباح مع أذكار المساء أن أنفق أتصدق على من أراه إذا خرجت من البيت. يعني ملخص سؤالها، وتقول في ملخص سؤالها هل لو استقطعت شهريا يجزئها عن ذلك؟ إذا استقطعت فهذا خير، إذا أخرجت يعني هي تقول أني أريد أتصدق كل يوم لكن ما يتيسر لي، هذا ملخص سؤالها، فهل يصلح أن أخرجها في أول أسبوع عن بقية عن جميع الأيام؟ هي على خير، لكن أنت يسر لها أن تفعل العبادة بنفسها في كل يوم فهذا أفضل وأكمل. واليوم مع وسائل التواصل والتسهيلات الإلكترونية يمكن أن تفعل هذا بالصدقة عبر الرسائل الإلكترونية، رسائل الجوال أو رسائل الإلكترونية، وتحقق المقصود. ما يلزم أن تخرج أو تصل إلى فقير، تبحث عن الجهات التي تتقبل الصدقات إلكترونيا وتتصدق ويصل إن شاء الله. سؤالها الثاني مختلف عن الأول، تقول أنه يستقطع شهريا وقد لا أستشعر وقت الاستقطاع، فهل لي في ذلك أجر؟ نعم الأجر لك لأنه بالنية السابقة. أستاذكم استقبال بعض الاتصالات من السودان، أمة الله تفضلي. أنا سألت عن دارك الله شو متنزل والله. أعطينا سؤالك يا أمة الله، أنت على الهواء. طيب إذا رقم الشيخ عند الإخوة. أمة الله من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، تفضلي بسؤالك. شكرا أخ، أريد أن أسأل الشيخ، يا شيخ تقدم لي إنسان واحترف لي أنه يفعل الحرام لم يتوب، نقبل به أم لا؟ يفعل الحرام أي حرام؟ لا أعلم، هو يقول لي هكذا ما أعلم. تبيني منه. سأل يفعل حرام، الحرام واجد، ما هو الحرام شيء كثير، فأي حرام أقر به؟ هل هو بالسرقة؟ هل هو الزنا؟ هل هو الغيبة؟ اسألي على كل حال، اسألي واستبين الأمر بعد ذلك. طيب سؤال آخر. شكرا مت الله. من معنا أبو عالية ولا أبو علي؟ أبو علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تضرب علي. بارك الله فيكم. وفيك. سؤال، أحد أبنائي اشترى أرض مع البيت ونوى أن يبني فيها، لكن بعد سنتين اتضح له عدم حسن الجوار في هذا المكان فنوى هذا البيع، بعد 5 سنين باعها. الآن هل زكاة مدة 5 سنين هذه ولا يعني السنة التي باعها فيها فقط؟ طيب تسمع يا جماعة، ما شاء الله. شكرا أبو علي.
شكرا للأخوة جميعا. سؤال أبو علي شيخنا يقول إن أنه أحد أبنائه اشترى أرضا وهو ينوي أن يبني عليها، فبعد 5 سنوات تغيرت نيته وقال وأراد أن يبيعها. الآن هل عليه زكاة في 5 سنوات هذه؟ متى تبدأ الزكاة عليه؟ هل من نية إرادة البيع؟ ما معنى زكاة؟ هذه الأرض التي أراد بناءها ثم تغير رأيه فباعها لا زكاة فيها، لأن الزكاة في عروض التجارة إنما تجب فيما اقتناه الإنسان بنية الاتجار، وهذا اقتنى هذه الأرض لبنائها ثم تغير رأيه وعرضها للبيع، فهذه لا زكاة فيها من الأصل، لا لسنة ولا ل5 سنوات، حتى لو عرضها للبيع وحال عليه حولين ولو حال 10 أحوال. أه. لأن شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة في قول الجمهور أن يكون قد تملكها بنية الاتجار، وهذا تملكها بنية الاقتناء والبناء والانتفاع وليس بالتجار، فلا زكاة فيها. وتغير النية لا يؤثر يعني. لا يؤثر الصواب. لا يؤثر. نستأذنكم في استقبال الاتصال من السعودية. وفاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل بسؤالك. بغيت أسأل الله عليكم، ما حكم من عرف أن في شيخ يحكم على الشباب بالظلم حكم قوي لمدة 15 سنة في قضايا مثلا السرقة وكذا؟ طيب. شكرا للأخت وفاء. معنا أحد من السودان، أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل بسؤالك. كيف هذا الأسئلة يا شيخ؟ تفضل. السؤال الأول. تفضل. الدعاء المقصود دور الصلوات، هل هو بعد التشهد الأخير قبل السلام أو بعد الأذكار بعد السلام؟ أي دعاء؟ السؤال الثاني. الدعاء عموما يعني. طيب. عندنا في مسجد الحي صلاة الصبح المؤذن يضع غرام طيب نعتذر من معنا. أبو أحمد لازلت؟ إن الرقم الذي طلبته. طيب انقطع. طيب أبو عمر من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أبو عمر. الله يحفظك أخي العزيز، عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول، قاضي طلق فصل بين زوجين، يعني طلقهما وحكم للزوجة سمى بالطلاق التعسفي، فحكم على الزوج بدفع مبلغ. طيب هل يحق للزوجة أن تأخذ طيب هذا المال؟ أبو عمر سؤال آخر، لأن هذا في القضاء ليس في الإفتاء، عط السؤال الثاني. أنا لا أقصد على القضاء. لا السؤال عن القضاء في القضاء في المحاكم، لكن عن الإفتاء يختلف الأمر، فعطني سؤالك الثاني كرما منك. طيب معك، عطني سؤالك الثاني تفضل. طيب تفضل. السؤال الثاني الحديث الضعيف، هل يخل بالحديث الضعيف؟ ما هي شروط الحديث وهل العمل به أم لا؟ طيب تسمع يا جماعة، ما شاء الله. شكرا أبو عمر، شكرا للإخوة جميعا. معنا الأخ علي من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي عن مسابقات ثقافية للسنس، هذه هل يجوز الاشتراك فيها ولا لا؟ طيب شكرا للأخ علي. عودة لأسئلة الأخ معاذ من العراق. شيخنا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله، هل يدخل في ذلك من لا يصوم أو لا يصلي؟ لا يوفق لهذه الكلمة إلا من كان على صالح عمل، ولهذا مثل هذه الأسئلة افتراضية في الغالب. صحيح. ثم الذي لا يصلي قد يكون معذورا بأمر ما. المهم أنه الصلاة لا إله إلا الله وحدها دون العمل لا تنفع صاحبها ما دام أنه يمكنه أن يأتي بها. ولذلك كان الإسلام مبنيا على 5 أركان وليس على ركن واحد، ولو كان
لا إله إلا الله تكفي، ما الفائدة في ذكر بقية الأركان؟ بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالخاتم بهذه الكلمة إنما هو نتيجة لمقدمة جميلة صالحة واستقامة سابقة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وتنزل الملائكة لتثبيتهم وتسديدهم وتوفيقهم، ومن ذلك أن يعانوا على قول لا إله إلا الله عند الوفاة. هنا أيضا سؤال الأخ معاذ عن الوضوء بلا بسملة، هل يؤثر؟ اختلف العلماء في البسملة، جمهور العلماء في الوضوء، جمهور العلماء على أن البسملة في الوضوء مستحبة، وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة تسقط بالنسيان. فإذا توضأ دون بسملة، في قول الأئمة جمهور العلماء والأئمة الثلاثة عدا أحمد أنه وضوء صحيح يكون ترك سنة فقط. التأذين الشيخنا بدون وضوء لا بأس بأن يؤذن من غير طهارة، لكن الأفضل أن يكون الأذان على طهارة. نعم. أيضا الأخ أبو أحمد من السودان سأل عن الدعاء، يقول هل هو يكون قبل السلام أو الأفضل يكون بعد السلام؟ الدعاء الذي ندب إليه في ختم الصلاة في مثل حديث عبد الله بن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، هو ما كان قبل السلام، لأن هذا هو موضع الدعاء. وفي حديث أبي أمامة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء يسمع، قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات. أدبار الصلوات هو نهايتها قبل السلام، فدبر الشيء متصل به في الغالب وليس لاحقا لها، الآن دبر الدابة متصل بها ودبر الصلاة متصل بها، فيكون قبل السلام. ولهذا جاء الاستعاذة، الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، الذكر بالاتفاق أنه يكون قبل السلام، وكذلك سائر الأدعية تكون قبل السلام. وأما إذا فرغ من الصلاة بالتسليم فإنه يستغفر ويذكر الله تعالى بما شرع الله تعالى من الأذكار: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. الأخ أبو عمر سأل عن الضعيف، الحديث الضعيف هل يؤخذ به، هل يعمل به؟ الحديث الضعيف إن كان ضعفه ليس بشديد فهذا ذهب جماهير العلماء إلى العمل به في فضائل الأعمال، شريطة أن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ما تضمنه الحديث قد دلت على فضيلته أصول الشريعة وعامة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط العمل بالحدث الضعيف: أن لا يكون شديد الضعف، أن يكون قد جاء به أصل يرجع إليه ويستفاد منه الفضل من أحاديث أخر، أن يكون ذلك من غير اعتقاد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط العمل بالحدث الضعيف، وهي فيما يتعلق بفضائل الأعمال. وأما الأحكام فالعلماء لهم طريقان: جمهور العلماء على أنه لا تثبت الأحكام بالكلية بالمطلق بالحديث الضعيف، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحديث الضعيف الذي ليس بشديد الضعف تثبت به أحكام، لكن إن كان أمرا فهو الاستحباب، وإن كان نهيا فهو الكراهة إن كان الحديث ليس بشديد الضعف، وهذا ما جرى عليه جماعة من فقهاء الحنابلة. يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط المتقدمة في قول جماهير علماء الأمة من المحدثين وغيرهم، وأما في الأحكام فعامة العلماء وجماهيرهم على عدم العمل به، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يعمل به من جهة أنه يفيد الاستحباب فيما إذا كان الحديث أمرا، ويفيد الكراهة فيما إذا كان الحديث نهيا. هنا الأخت ريحانة تقول: هل للأطفال غيبة؟ كلام فيهم. نعم، الغيبة تكون للصغير والكبير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكرت الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك، أخاك يشمل الصغير والكبير، فالصغير أخ في الجملة لمن يتكلم عنه في غيبته، فلا يحل له أن يقع.
وهذا لا يعني أنه يعني كونه لا يدرك أو لا يميز، هذا لا يسقط حقه كما لو جنى عليه في ماله أو في عرضه أو في بدنه، فإنه يؤاخذ بذلك. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم وليس البالغ من المسلمين، إنما كل مسلم يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والحي والميت. فلذلك ينبغي حفظ الألسن وتجنب الحديث عن الغير بسوء، فإن ذلك مما يدرجه في الغيبة أو البهتان. السؤال الآخر تقول: هل تأخر الرزق يعتبر من الابتلاء؟ يعني إذا كان الإنسان طلب في أمر ما زواج أو مال أو نحو ذلك وتأخر، فلا شك أنه ابتلاء اختبار لينظر الله تعالى صبرك، ولينظر رضاك بقضائه وقدره، ولينظر إقبالك عليه وإلحاحك في سؤال مأمولك، ثم اعلم أنه لم يمنعك ذلك إلا لخير ساقه إليك. فالمانع فيما منعه الله خير من العطاء، فهو المانع المعطي جل في علاه. هنا يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يقول: معنى صفدت؟ سلسلة، جاء في من رواية أخرى سلسلة، أي أنها حبست عن الشر الذي تصل إليه في غير رمضان. بلغنا الله وإياكم رمضان ورزقنا فيه صالح الأعمال. آمين. الأخ فيصل يقول: أنا أدرس في جامعة القصيم ومن أهل المنطقة الغربية، ويقول: أخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين في أن أقصر حاليا، يقول الصلاة ولا أصلي مع الجماعة، إذا ما صليت مع الجماعة يقول: هل صلاة الجماعة واجبة في حقي إذا كنت أسمع النداء؟ لا تتأخر، إذا كنت تأخذ فتوى الشيخ ابن عثيمين فالشيخ ابن عثيمين يرى وجوب إجابة النداء حتى في مثل حالتك، يقول فخذ الفتوى الرأيين جميعا. وكذلك قال: إذا خرجت من حدود بريدة إلى جهة العنيزة، هل يعتبر هذا السفر؟ هو مسافر أصلا، هو مسافر، يعني بمعنى أنه أخذ بالفتوى الشيخ، هو إذا كان يقول أنا أخذ فتوى الشيخ، هو مسافر في بريدة وفي عنيزة وبينهما. أما بالنسبة لأهل هاتين المدينتين هما متقاربتان، وبالتالي الخروج من عنيزة إلى بريدة ومن بريدة إلى عنيزة وما أشبه ذلك ليس سفرا. هنا أحد الإخوة يقول: كيف يتخلص المسلم من وساوس الخوف من حدوث المكروه؟ دائما يكون الإنسان قلق أن سيكون له مكروه في حياته. هو الذي هو فيه الآن مكروه. ما هو فيه من خوف مكروه، هذا مثل الذي خاف أن يأتيه ما يكره، يعني مثل الذي يخاف الموت فيبقى ميتا إلى أن يموت. صدقت. والسلامة أن تتحرر من هذا، وأن ترضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن توقن: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واستقبل قضاء الله وقدره بما يجب من الصبر والاحتساب والرضا، وقول: إنا لله وإنا إليه راجعون إذا كان مكروها، والحمد والثناء إذا كان محبوبا ملائما لما تشتهي وتحب. هنا أحد الأخوة يقول: هل ركعتي الفجر هي السنة التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يأتيها ولو حبوا، وهل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ لا، لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، الصف الأول لا توهما ولو حبوا. أما أنا ما فهمت هذه يقول هل هو في فضل ركعتي الفجر؟ الفجر ركعتي الفجر من أفضل النوافل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليهما في الحضر والسفر، وقال فيهما صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها. لكن لا دليل على ما ذكر من أنه يصليها ولو يأتيها حبوا، لأنه يعني ما يحتاج يأتيها ويصليها في بيته، يصليها حيث شاء، لأنها نافلة لا تجب في المسجد، بل تصلى في الأفضل أن تصلى في البيوت. سأل: هل أصليها قبل صلاة الفجر أو بعدها؟ لا، تصلى بعد الأذان. إذا دخل الوقت تصليها قبل فعل الصلاة الواجبة، بعد الصلاة فلا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فليس موضعا للتنفل. هنا الأخ أبو بندر يقول: أنا أتابع البرنامج، فيأتي وقت صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء وأخر السنة حتى أستفيد من العلم الذي يلقى في البرنامج. النوافل أوقاتها أوقات الصلوات، فنافلة العشاء البعدية تمتد إلى منتصف الليل، لكن المبادرة إليها
أفضل لأجل ألا يتهاون فيها الإنسان ويتركها. في شيخنا في الصلاة إذا أراد الإنسان يدعو لشخص سواء في الفرض أو النفل، هل يجوز له في الصلاة وهو يدعو أن يدعو لفلان اللهم اغفر لفلان واغفر لفلان؟ التسمية الأشخاص نعم. أي نعم لا بأس. لقول النبي ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فإذا أعجبه أن يدعو لشخص باسمه فإن ذلك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله مسعود في الصحيح ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. لا فرق في ذلك بين أن يكون الدعاء في السجود أو أن يكون الدعاء في أدبار الصلوات في آخرها قبل السلام. هنا قبل نأخذ أسئلة الإخوة، هنا الأخ عبد الله من العراق، تفضل عبد الله. طيب انقطع. محمد تفضل. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبغى أسأل عن قصر صلاة العشاء مع المغرب، أنا مسافر وصليت حاجة مع الأصلية المغرب وجيت جماعة متأخرة وصلوا المغرب، هل لي قصر العشاء معهم ولا أكمل أجيب الرابعة؟ طيب تسمع الإجابة. أبو يحيى من البحرين تفضل. إيه نعم. السلام عليكم يا بحر. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي فيصل؟ تفضل خير الله يسعدك. تفضل بسؤال. الله يجزيك. السلام عليكم شيخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يطول عمرك، بس أنا بغيت أستفسر بالنسبة عن المساجد اللي عندنا تبنى. طيب تبنى عندنا المساجد بمساحة يعني منقول 80 × 80 أو 100 × 200 مساحة مسجد. طيب بس ينظر لها انه يبني فوق هالشقق حق المؤذن وحق المؤذن والامام، يعني عباره هي مساحه الارض المسجد هي مخصصه للمسجد، بيكون فيها شقق فوق المسجد، يعني بيكون في زواج، بيكون في زوج وعيال يعني. طيب يعني هل يجوز مثل يعني الامام ولا المؤذن انه عباره يكون عنده زوج في هاي المبنى الفوقي يعني؟ واضح ابو يحيى، واضح سؤال. شكرا. من العراق ابو احمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال الاول، ما حكم سبق الامام في قراءه سوره الفاتحه؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، التخلص من سرعه الغضب، كيف يتخلص الانسان من ذلك؟ طيب تسمع الاجابه. شكرا. السؤال الثالث، اي نعم، مرور المرء من المقابر او زياره المقابر هل يجوز ذلك؟ طيب تسمع الإجابة. شكرا للأخ أبو أحمد والأخوة جميعا. الأخ عبد الله أبو محمد من السعودية يقول إذا أتيت أصلي مع أناس يصلون المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء قصرا، فإذا صليت معهم 3 ركعات هل أتم رابعة أو أني يعني لا أقوم مع الإمام في الثالثة، ماذا أفعل؟ هو يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب. وهو يقصر، في هذه الحال يجب عليه الإتمام. في قول جمهور العلماء يتم 4 حتى لو أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين من المغرب، بل حتى لو أدرك ركعة مع الإمام، ما دام أنه أدرك مع الإمام شيئا والإمام مقيم فإن السنة في حقه أن يتم 4 في قول جمهور العلماء. الأخ أبو يحيى يقول بعض المساجد تبنى على أدوار، يكون الدور الأرضي هو المصلى وهو المسجد، ثم الأدوار التي فوق تستخدم في أمور منها السكنة سواء سكن الإمام أو المؤذن، هل يجوز أن يكون في نفس الأرض التي هي أقيم عليها المسجد أن يكون هناك أدوار لا علاقة لها بالمسجد؟ يعني هو الوضع هنا في تفصيل، إن كانت الأرض أرض مسجد وقف للمسجد ففي هذه الحال أرضه قراره وفضاؤه كله مسجد، إلا أن يخصص الإمام أي يخصص الواقف أعلى المسجد بناء وسكن وأسفله مسجد، أو يخصص دورا من أدواره كما إذا كان عمارة. ففي هذه الحال حسب ما أوقف، لكن إذا كان ثمة مسجد أنشئ على أرض أوقفت على أنها مسجد وليست أرضا للسكنة، ففي هذه الحال ليس لهم أن يبنوا فوق المسجد ما يخرج عن كونه
مسجدا من المساكن ونحو ذلك. فالأرض ينظر في 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 هذا في هذه المسألة إلى أصل الوقف. إذا كان الوقف جار على أن يكون الأسفل مسجد وصالة صلاة والأدوار العليا أو ما فوقه ليس مسجدا، هنا يكون الوقف في المسجد وحكم المسجد في الحيز الذي خصص له. هو يقول الشيخ هل يتحرز من كون الإنسان يكون سكنه فوق المسجد حتى ولو كان مثلا الواقف؟ لا إذا كان إذا كان هكذا يعني هو إنما أوقف دور من الأدوار ففي هذه الحال الوقف في الدور يتعلق بالدور الذي هو فيه، ويكون البناء كله مشتركا بين مسجد وسائر المنافع الأخرى التي في المصالح الأخرى التي قصدها الواقع المشغل للمكان بالبناء. الأخ أبو أحمد من العراق يقول حكم سبق الإمام بالفاتحة، كل المأموم يقرأ الفاتحة مثلا في بداية بعد تكبيرة الإحرام. المشروع أن يبدأ بالاستفتاح وبعد ذلك يقرأ، إذا كان الإمام أطال السكوت يقرأ، لكن هل يبدأ بالقراءة مباشرة يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هل ليدرك؟ هذا خلاف السنة. سيدكم باستقبال بعض الاتصالات. أبو عبد الله من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. أنا عندي عقار قدم لي بنك استئجار العقار. البنك استأجر العقار؟ استأجر العقار. طيب شرع رائد. طيب نعم. طيب سؤال آخر. طيب أروي إلى البنك حرام ولا حلال؟ طيب عندك سؤال آخر؟ شكرا أبو عبد الله. شكرا أبو عبد الله. سأل أبو عبد الله عن حكم الإيجار للبنوك أو غيرها مما البنوك مثلا تتعامل بالربا أو أجار لمحلات يكون فيها محرمات. جمهور العلماء على أن تأجير المنفعة لمن يستعملها في محرم لا يجوز، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا كان يستعملها في محرم. أما إذا كان يستعملها في مباح ووقع منه فيها محرم هذا الاتفاق منعقد أنه لا حرج في التأجير، لأنه لا يمكن أن يمنع الإنسان الناس من مما قد يكون من جبلته من المحرم، لكن ما استؤجر لممارسة نشاط محرم أو عمل محرم فهذا الذي لا يجوز، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سيدكم استقبال اتصال من العراق. أمة الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي. الشيخ عندي سؤال للشيخ. تفضل. عمي قبل 25 سنة كنت صغيرة رضعت ويا بنت عمي، يعني رضعتني أمها وأمي رضعت لي، ورا فترة يعني من زمان يعني كبر صار عمره 14 سنة زوجوني أخوها الأكبر منها، يعني شنو حكم هذا؟ بس أنا كنت ما أدري وأمي كانت جاهلة لهذا الشيء. طيب يعني أنتم ما اكتشفتوا يعني الأمر إلا الآن؟ ما اكتشفتوا الأمر إلا الآن؟ لم تكتشفوا الأمر إلا الآن؟ لا اكتشفته قبل يعني ورا ما فت طلعت لي 4 سنين وطلقت، يعني فما حكم يعني الشرع شيسة يعني شان أمي شان يعني كفارتها بهذا الشيء؟ أمي وأمها كانوا يعلمون بهذا الشيء بس كانوا جاهلات بهذا الموضوع. يعني الأمر هذا فيما سبق حصل الطلاق وانتهت العلاقة الزوجية صحيح؟ اي اي هو طيب يعني خلص. شاهد طيب. سنة من تطلقنا عنها طيب. بس يعني بهذا الشيء يعني انا عارف انه انا اختبر الرضاعة طرف. طيب واضح بس هم كانوا جاهلين بهذا الشيء. طيب واضح شكرا أمة الله شكرا جزيلا. تقول عن موضوع الرضاع وكانوا جاهلين في هذا الموضوع ثم تزوجت من اخيها من الرضاع ثم بعد ذلك بعد 4 سنوات ذكروا هذا الأمر ففرقوا بينهم. تقول هل فعل أو عدم تبيين الأم والعمة لما حدث من الرضاع يأثمون عليه؟ إذا كانوا يعلمون ويكتمون فلا يجوز،
ولا تكتم الشهادة وأكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا كانوا لا يعلمون أو أنهم نسوا ثم تذكروا فهذا لا حرج عليهم فيه، وما جرى من التفريق بينهما هو الواجب. وما نشأ من أولاد في هذه الفترة ينسبون إلى أبيهم، لأن ذلك نكاح شبهة يثبت به النسب، ولا حرج عليهم ولا إثم. بقي من أسئلة أبو أحمد من العراق يقول: سرعة الغضب كيف الإنسان يتخلص منها؟ لا تغضب، ينبغي أن يأخذ الأسباب التي تدفع عنه الغضب، ولا يستسلم لمشاعر الانفعال التي قد تغشى قلبه، لأنه لو استمر الإنسان مستجيبا لما يدور في نفسه من انفعالات ما قر له شيء ولا سلم من الغضب وأثاره وقبائحه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. هذا ليس نهيا عن الغضب في ذاته، إنما هو نهي عن الغضب وعن مقدماته وأسبابه التي تفضي إليه. فينبغي الإنسان أن يبذل وسعه في تجنب ما يكون من الغضب، وأيضا هو متضمن الأمر بالأسباب التي تذهب الغضب، فإذا كان قائما قعد، وإذا كان غير متوضأ وأبرد ما في نفسه من غضب بالماء يخرج من المكان الذي غضب فيه. والمهم ألا يمضي شيئا من الأحكام أو الأفعال وقت غضبه، لأن الغضب يعمي البصر ويوقع في الخطر. الأخ أبو سعد في تويتر يقول: حكم الجلوس للذكر، يجلس الإنسان لوحده للذكر لأنه يرى في ذلك أنه أكثر راحة لقلبه وأدعى لأن يتواطأ القلب مع اللسان في الذكر. يقول: كنت أفعل هذا الأمر والناس ينكرون علي، يقولون هذا غير جائز. معنى لوحده يعني ما فهمته، لوحده يعني يصلي ويخرج عن الناس؟ يقول: أذكر الله لوحدي. متى؟ ما ذكر. سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، كيف ينهى عنه؟ لكن لعله يقصد ذكر الله عز وجل في حال يشرع أن يذكر فيها جماعة، ففي هذه الحال يقال له السنة موافقة الجماعة، أو أن يكون ذكرك ظاهرا ولو كان لا يحفظ قلبك حضورا تاما، لأن هذا من الشيطان. وإلا كان يمكن أن يقول الشخص: إن والله أنا يعني صلاتي منفردا أخشى عليه من أن أصلي في الجماعة، فلا يسوق ترك الجماعة لأجل هذه الحجة. طيب نختم بالسؤال هذا الشيخنا، أحد الأخوة يقول: إذا أتاني من ناس صدقة وبعت هذا مثلا الأرز أو غيره واشتريت بشيء آخر، هل يجوز ذلك؟ يجوز أن يتصرف الإنسان فيما وصله من الصدقات بالبيع وغيرها، اعتبر أنه امتلكه وغيره. ملكه هنا. لكن الكلام هل هو ممن يستحق ذلك إذا كان زكاة أو كان إطعاما واجبا؟ أما إذا كان صدقة عادية يعني إحسان، فهذا له أن يتصرف فيه بإشكال في كل الأحوال. أشكركم شيخ خالد في ختام هذه الحلقة، بارك الله فيكم وسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يحفظ علينا ديننا وأن ييسر لنا الأمور وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم عند 8 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.